ولذلك ما لم ينتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل 31 من تشرين الأول، وإذا أصروا على أن يزركوني، فإن هناك علامة استفهام تحيط بخطوات التالية. الفراغ ما بيعبي فراغ، والفوضى الدستورية بتبرر فوضى دستورية مقابلة. نحن ما رح نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ورح نعتبرها ساعتها مغتصبة السلطة وفائدة للشرعية. ستغادر عند انتهاء ولايتي. مهما كانت الظروف. لا، ما رح اترك البلد اذا في مشكلة. اذا مجلس النواب بده ياني ما بترك الرئيس. بده يخلطوا من شيء اسمه ميشيل عون. ما بيخلطوا منه ميشيل عون. بدنا نمدد له لك يا خيي. اكثر من هيك بدنا نمدد له. بس انا اخر واحد، انا طبطا، انا اخر واحد بترك لبنان. اذا بدي اسكت، بس انا ما رح اسكت.